وإلى أسواق العملات المشفرة التي تشهد في هذه الأثناء بعض التباينات، كانت على معظمها على ارتفاع، ولكن عادت بعض العملات المشفرة للتراجع في هذه الأثناء. بيتكوين تحديدا تحافظ على مستويات 17,000 دولار التي كانت قد يعني وصلت إليها في الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت لمستويات دون 16,000 دولار مع تراجعات الأسواق الأمريكية بشكل عام. بعض الأبرز المستثمرين مثل مارك موبيوس يتوقع رغم هذه الارتفاعات التي نشهدها اليوم أنه يتوقعون هبوط بيتكوين بنسبة 40% من مستوياتها الحالية لتصل ربما كما يعتقدون أو كما يتوقعون إلى 10,000 دولار، بعد أن كسرت مستويات دعم مهمة إن كان عند 17,000 و 18,000 دولار. أيضا أشاروا إلى هبوط العملة المشفرة إلى 20,000 في الفترة المقبلة، ربما تتحرك صوب مستوى 10,000 في عام 2023. هذا أيضا سيناريو آخر يراه بعض المحللين. في ظل استمرار بقاء الفائدة ربما في الولايات المتحدة قرب مستويات مرتفعة، البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى قد تتعرض للضغوط، قد تواصل الانخفاضات. يعني طبعا نتابع أسواق العملات المشفرة يوما بيوم نظرا للتغيرات والتقلبات الحادة التي نشهدها، خصوصا بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها في الفترة الماضية بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. والسؤال الذي يطرحه المستثمرون في أسواق العملات المشفرة حاليا هو أين القاع؟ هذه العملات أنهت للتو شهرا قاسيا بعد الانهيار المدوي لبورصة FTX، وعلى وشك إنهاء عام فقدت خلاله العديد من رموز العملات المشفرة أكثر من 70% من قيمتها. إذا ما نظرنا على هذا الرسم البياني، خلال نوفمبر فقط تراجعت أسهم شركات العملات المشفرة بأكثر من 25%، بما في ذلك كوين بيس التي نراها باللون الأبيض على هذا الرسم، جالاكسي ديجيتال هولدينجز التي نراها باللون البنفسجي، كما سجل مؤشر شواب كذلك شواب كريبتو ثيماتيك إندكس الذي يتتبع أداء الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة أيضا سجل في نوفمبر أسوأ أداء له منذ يونيو الأسبق، وصلت نسبة تراجع هذا المؤشر إلى 63% هذا العام. هذه الخسائر التي نراها هنا وتنعكس على هذا الرسم البياني تعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها تلك العملات، وهو طبعا ما كان قد دفع الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك للقول إن معظم الشركات لن تستثمر في سوق العملات المشفرة بفعل تداعيات إفلاس FTX. وللحديث أكثر عن العملات المشفرة ينضم إلينا من لندن عمر رحيم شريك إداري في ماتشا كابيتال. أهلا بك سيد عمر، شكرا على وجودك معنا اليوم. يعني السؤال ربما الذي يطرحه معظم المستثمرون إن كان في الأسواق الأسهم وأسواق العملات المشفرة بشكل أساسي، أين القاع للمؤشرات أو للعملات للعملات المشفرة؟ يعني كانت قد شهدت للتو انهيار في الشهر الماضي جراء أو تراجعات جراء انهيار FTX بورصة العملات المشفرة، وأيضا بشكل عام يعني تتجه لتسجيل عام صعب لها. معظم العملات المشفرة قد تراجعت بنحو 70% منذ بداية العام وحتى الآن. كانت سنة مريعة بالنسبة للعملات المشفرة، والآن ننهي السنة مع هذه الأضرار من بعد انهيار FTX، ولكن للأسف لا أظن أن الأخبار السيئة انتهت، لأنه هذه السنة لوحدها رأينا هذه الشركات وهذه الأسهم أيضا والمنصات التي تفلس، ورأينا كل هذه التوترات أيضا والتخفيف حتى من الموظفين ب 30% في هذه المنصات الأخرى، وحتى الآن لم تكتمل القصة من بعد إفلاس وانهيار FTX. ولكن حتى الآن على المدى القريب نحن شديدو التشاؤم في الأسعار حتى مع بعض الارتفاعات ب2-3% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، ولكن على الرغم من ذلك نتوقع المزيد من الأخبار السيئة. يعني يبدو أيضا رغم هذه الأخبار السيئة التي أثرت بشكل واضح كما تحدثنا عن هذه الخسائر للأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أنه لا يزال هناك بعض التوقعات الإيجابية أو على الأقل النظرة الإيجابية المستقبلية للعملات المشفرة. كنا قد سمعنا من كيثي وود الأسبوع الماضي تتحدث عن مليون دولار لكل وحدة بيتكوين كتوقعات مستقبلية. هل هذه الأرقام فيها نوع من المبالغة، فيها نوع من تعويم فكرة الارتفاع في العملات المشفرة من أجل تمرير هذه الفكرة إلى الأسواق؟
بالنسبة لي من غير الصحيح التفكير بإفراط بهذه الأسعار وبأن ترتفع إلى أعلى. هناك أيضا من يقول $100,000 على البيتكوين، وفي المدى الأبعد هناك الأصوات التي تتحدث أيضا عن هذه المؤسسات التي ستناهض العملات المشفرة. ومثلا فيداليتي من الجانب الآخر أطلقت منصة للبيع بالتجزئة بالعملات المشفرة من أجل البيتكوين والإثيريوم، ولكن بالتفكير بهذه الجهات الفاعلة التقليدية التي تستجيب للعملات المشفرة هذا أمر مشجع ولكن على المدى الأبعد. طيب، كما ذكرتم يعني كاثي وود كانت توقعاتها متفائلة بشكل كبير مقابل توقعات مستثمرين آخرين مثل موبيوس كابيتال بارتنرز يتوقعون هبوط بيتكوين بنسبة 40% من مستوياتها الحالية لتصل يعني إلى $10,000 بنهاية هذا العام، خصوصا أنه بعد أن فقدت مستويات فنية مهمة إن كان عند $17,000 أو $18,000. هل ترى أنه هذا السيناريو أقرب إلى الواقع؟ It's interesting. المثير للاهتمام أن نرى أنه في الأسبوعين الماضيين رأينا بين 3 إلى 4 مليارات من الدولارات تخرج من منصات التداول، ولكن في الجانب الآخر نرى هذه الثقة لو حتى متزايدة بشكل قليل في هذه المنصات ولو حتى من بعد هذه الكارثة لـ FTX، ولكن أظن أن $10,000، نعم هذه مستويات ممكنة، ولكن نحن بحاجة لثلاثة أشهر من الاتجاهات الهابطة من أجل وصل إلى هذه النقطة، ولكن بالمجمل هناك أيضا هذه الارتفاعات المحتملة أيضا ل 17,000 أو 18,000 في السنة المقبلة. عمر، السؤال الكلاسيكي الذي يعني عادة ما يتم العودة إليه في كل مرة نرى هذه التقلبات الحادة على العملات المشفرة لأي سبب من الأسباب هو هل أصبح التنظيم، هل أصبحت الرقابة الريجوليشن لهذا القطاع، هل أصبحت قريبة وشيكة الآن، خصوصا أنه آخر ملحمة كما يسميها الزميل محمد الصلتي، آخر ملحمة ملحمة FTX ربما أصابت الكثير من الزوايا أو الكثير من هذا القطاع، الكثير من الشركات، الكثير من المستثمرين، وبالتالي التأثير كان كبير. من المحبط بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأصول الرقمية هو ميلي، لأن FTX كانت بين الشركات أو كان يتوقع منها أن تكون بين الأكثر خاضعة للرقابة والتنظيم بين المنصات، وكان كل هذا البريق يصب على FTX قبل ما رأيناه من هذه الشركة، ولكن على الرغم من كل ذلك رأينا هذا الهبوط من 32 مليار إلى صفر في أسابيع. إذن الأسئلة تطرح، نعم بشكل عميق حيال التنظيم المناسب، وكنتيجة لذلك سنبدأ برؤية هذا الاستقرار في التنظيم في القطاع، وسنرى ربما هذا التجميع للجهات الفاعلة الإطارية والجهات التنظيمية أيضا ستبدأ بالمضي قدما بشكل أكثر جدية في هذا الصدد، ولكن انهيار FTX نعم أعاد وضع القطاع على السكة. نعم، عمر رحيم شريك إداري في ماتشا كابيتال، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.